يعني بالنسبة لإيران هناك تقريبا إجماع بين الحزبين على التصدي لتصرفات إيران، ليس فقط في العراق أو في كردستان ولكن في بقية المناطق. علينا أن نتذكر بأن لإيران جيش في الوقت الحاضر وقواعد في سوريا، كذلك إيران تسلح حزب الله. حزب الله اليوم في وضع قوي جدا في لبنان، أقوى من المنظومة العسكرية اللبنانية، أكثر من الجيش اللبناني. كذلك تهديد إيران لدول الخليج العربي من خلال الحوثيين في اليمن والصواريخ التي أرسلتها والطائرات المسيرة التي ترسلها إيران لهذه المنظمات التي تعتبرها أمريكا منظمات إرهابية. إذن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لإيران. الحزبين يوافقان على باتفاق على هذه السياسة الموحدة تجاه إيران.